الحمدلله حضرتك دكتور وعرس ده الحاج سيد عام ما شاء الله ان شاء الله. اذا كنشكروا السيد الوزير وانا في الحقيقه نقفز على المساله ديال التشخيص لان عارفه المنهج باش كيشتغل السيد الوزير. هذه جزء من اللقاءات اللي كيعقد وعقد لقاءات مع لجان موضوعاتيه مع برلمانيين ومع في كل تقريبا على ديال كل الاقاليم وكل الجهات وكيتعرف عن قرب على المشاكل وكينخرط في حلها وفي ذاك الروين حسب الاليات اللي كتوفرها له بطبيعه الحال الميزانيه ولا الوضع ديال الوضع ديالو في الوزاره. المساله اللي بغيت ناكد عليها هي المستشفى. ما تكرر لا تقرر شي حاجه اللي اصبحت زعما ما بقيناش ما بقاش نتسناو المستشفى كبنايه وبغينا كذلك بالنسبه للطلبه ديالنا ديال الطب كيفاش نديروا شي اليه من الاليات ديال اننا نستافدوا منه ولو كحلول غير ربما بين قوسين ما تكون تقيعيه ولكن بغينا ذاك الستاجات اللي كيديروا في مستشفيات اخرى كيفاش ممكن انهم يخفوا علينا حنا على الضغط اللي كتعاني منه الجهه لان بصح كاين مجهود حقيقي وكاينه اراده حقيقيه والمواطنين دابا اصحاب اصبحوا يشيدون بهذه المساله. كنقول الاستشفاء في المجال العمومي كاين واحد ولكن كاين واحد العائق مازال عندنا هو الثقافه ديال المواطن وخاصه المريض والبيئه ديالو لان ما كيف الانسان بحث العمل في واحد الظرف كيفقد واحد الصبر وكيخلي لك المجهودات كلها تقريبا كدير. العمل التطوعي المرشد غير المسيس راه واجهه من الواجهات اللي ممكن اننا ندعموا بها العمل الاستشفائي. نفتحوا الباب للمحسنين نرشدوا فعلا ما نخليوش الامور على عواهلها ولكن راه ممكن يكونوا اضافه نوعيه وممكن يكونوا دعاما للعمل الاستشفائي بطبيعه الحال تحت الرعايه ديال الوزاره. انخراط الجماعات والمجالس تكون تعاقد في كل بدايه في كل الميزانيات ديالهم الاولويه باش حتى هما يدخلوا معنا كمنتقدين ولا كمطالبين الوزاره عندهم ما يمكن ان يقدموه ويخفوا شي شويه على مستوى الجهه وعلى المراكز سواء الاقليميه او الجهويه. الفرق ديالنا كتعرفوا الجهه ديالنا عندها مشكل ديال ماشي الجهه اللي فيها الاستقرار. طبيب كيكون عنده ظروف كيكون ربما ولادو صغار ممكن انه يجلس في الزلال ولا يجلس في شي بلايص عاديين ولكن كيجي واحد الوقت فاش حتى هو كيبغي يمشي حتى هو ماشي هي في الممارسات مهنه الطب في الرباط والدار البيضاء وغيرها في طنجه هي هنا في بني ملال. اذا بغينا حنا واحد التمييز اللي يعاونهم على الاستقرار ولا على الاقل يكونوا الابناء ديال المنطقه ولكن بواحد المعايير ديال زعما اللي كتعطيهم واحد النوع ديال الرفاه اللي ممكن انهم يديروه البدائل لتخفيف التكلفه موسميا. كانت واحد المساله كانت شويه هنا ديال القوافل الطبيه ولكن من بعد ولات كتحاصر بمساطر اداريه ما عرفتش عندها هي التبعات عندها اثار جانبيه ما كنقولوش لا ولكن الى ممكن حتى هي نحاولوا نردوها بواحد البعد حضاري بواحد المعايير بواحد المعايير. وكنشكروا من المنبر كنشكر الساده الاطر الطبيه طبعاً كنشكر الساده المولات والساده العمال علاش لاننا حنايا في فصل الشتاء بالخصوص قبل ما كنتوجهوا لاي واحد كنتوجهوا للساده العمال باش يوفروا دوك الاليات الصعيبه. شكرا شكرا.